بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده تقريبا ال 13 في الرحلة بتاعتنا في السيستم كنترول. قعدنا مع البروسيسنج كنترول. من الفيديوهات اللي فاتت احنا خلصنا بفضل الله عز وجل الانبوت كنترول، ومجرد ان شاء الله النهارده في الفيديو ده نخلص البروسيسنج، يبقى كده بورشن كبير جدا من السيستم كنترول خلص، واللي متبقي ان شاء الله امر هين جدا. طيب انت النهارده خلاص الداتا دخلناها، عملنا لها انبوت وعملنا اللي نقدر عليه عشان نضمن زي ما قلنا ان في ريزنبل اشورنس ان الداتا خلاص اتعمل لها سبمشن. اتعمل لها سبمشن ليه؟ اتعمل لها سبمشن للبروسيسنج. فانا مؤكد زي ما جيت في الانبوت كنترول حبيت اعمل بروفايد من خلال الانبوت كنترولز بتاعتي ريزنبل اشورنس ان الداتا سبميتد هنا للبروسيسنج، وان هي اثورايزد، وان هي كومبليت، وان هي اكيوريت. انا هنا في مرحله البروسيسنج برضو عايز اضمن بشكل طبعا بشكل ريزونبل ان كل الداتا سبميتد للبروسيسنج اتعمل لها بروسيسنج الحمد لله، وان بس الداتا الابروفد هي اللي اتعمل لها بروسيسنج. يبقى انا هنا في مرحله البروسيسنج كنترولز انا عايز اضمن وعايز اقدم ريزونبل اشورنس ان كل الداتا اللي اتعمل لها سبميشن خلاص في البروسيسنج اتعمل لها بروسيسنج، يعني مفيش حاجه فليتت، مفيش حاجه فليتت من البروسيسنج بتاعنا، وان اللي اتعمل له بروسيسنج هو بس الابروفد. لاننا دايما بنبقى خايفين ايه؟ ان الترانزاكشنز ممكن تفلت، يحصل لها نلوز الداتا، او بشكل غلط تضاف داتا احنا مش عايزين نعملها بروسيسنج، او حد يعمل انسيرشن للبروسيسنج ستريم بتاعنا الداتا مش عايزين نعملها بروسيسنج. فالفكره هنا ببساطه ان البروسيسنج كنترولز تعتبر كنترولز معموله عشان خاطر تديني ريزنبل اشورنس ان البروسيسنج بتاعي اتعمل كما ينبغي. اتعمل كما ينبغي يعني has occurred properly. has occurred properly و according to the intended specification. زي ما المانجمنت عايزه فعلا ده بس اللي يتعمل، فما فيش حاجه اتضافت، ما فيش حاجه اتفلتت، ما فيش حاجه اتحطت في وسط البروسيسنج احنا مش عايزين ايه نعملها. طيب انا عايزك بقى هنا من الناس برضو اللي بتحب تعمل structure جيد، واللي بتحب تتجنب زي ما دايما نحذر من التفكير بطريقه قوالب الطوب. عايزين نقول لك هنا معلومه مهمه جدا للناس اللي بتحب التقسيمات وبتحب الاستراكشر وبتحب تظبط التصور، لان هو ده مربط الفرس الحقيقه في الاجزاء النظريه. بص يا سيدي، البروسيسنج كنترولز بتوفرلاب مع الجنرال كنترولز. الجنرال كنترولز اللي هي كانت بتغطي كل حاجه، وقلنا ان الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت كابلكيشن بتغطي سبيسيفيك ترانزاكشن. في اوفرلاب ما بين مين ومين؟ ما بين البروسيسنج كنترولز والجنرال كنترولز. عشان كده مش عايزك تستغرب لما تلاقي جوه البروسيسنج كنترولز الفيزيكال سيكيورتي على الاكويبمنت مثلا، لان البروسيسنج كنترولز كانت اصلا معموله عشان تمنع اي امبروبر مانيبيوليشن للداتا، وتنشور ان الاوبريشن اللي جوه الهاردوير والسوفت وير ماشيه بشكل ايه ساتسفاكتوري. حتى كان زمان اما يجي كنا نتكلم على بروسيسنج كنترول كان كل الكلام حاصرينه ساعتها على الكمبيوتر روم، بس النهارده عندك مور اند مور ديستريبيوتد بروسيسنج بقى موجود في كل حته تيكنج بليس، فما بقاش خلاص منحصر في الاوضه بتاعت البروسيسنج. ولازم زي ما قلنا في الجنرال كنترولز ان الاكسس على الكمبيوترز بتاعتنا تكون بيرميتد بس للناس اللي هم اثورايزد ان هم يشغلوا الايه؟ الاكويبمنت. وان الشباب بتاع الاوبريتورز المفروض يدوهم اكسس بس للانفورميشن اللي هم محتاجينها عشان الشغلانه بتاعتهم وعشان يدوروا الاكويبمنت بتاعت الشركه. طبعا زي ما احنا عارفين ان المرحله بتاعت البروسيسنج ديت ما بين ايه وايه؟ ما بين الانبوت والاوتبوت. ما بين الانبوت والاوتبوت. فالبروسيسنج كنترولز بتادرس السيستم مانيبيوليشن اوف داتا افتر ذي ار انبوت. خلاص الداتا احنا استلمناها نبتدي نعمل عليها مجموعه من الكنترولز نضمن ان اتعمل لها بروسيسنج مظبوط. از انتندد، مفيش حاجه اتضافت، مفيش حاجه ضاعت مننا، ومفيش حد حط داتا احنا مش عايزاها. البروسيسنج كنترولز دايما بتبقى انتر ديبندنت ما بين الانبوت والاوتبوت كنترولز. وده اللي جلاين بياكد عليه، راح قايل ايه؟ بيقول لك سام بروسيسنج كنترولز بتريبيت الستبس اللي اتعملت في الانبوت كنترولز زي الليمتد تشيكس وزي الكنترول توتالز. فانا عايزك تخلي صدرك كده واحنا داخلين على الموضوع يكون رحب كده. مش تقول ايه ده هي دي موجوده هنا؟ اه موجوده هنا وموجوده هنا.
وفي حاجات واضحه جدا انها موجوده بس في البروسيسنج، وفي حاجات واضحه جدا ان هي موجوده بس في الانبوت وهكذا. فلازم الحته دي تتذاكر بعنايه جامده جدا. وانا نصيحتي تطبع الهاند اوت، تجيب هايلايتر بتاعك، تحاول تسمرايز، تاخد كوبي بيست في فايل وورد يبين لك الحاجات المهمه جدا. يعني هديك مثال، هتلاقي هنا برضو في editing او re-entering للداتا وتصحيح للاخطاء، زي ما هتشوف في حاجه اسمها run to run totals، هنخش فيها دلوقتي بالتفصيل. بنحاول فيها نضمن ان الاوتبوت من اي ابلكيشن بيماتش الانبوت من الابلكيشن اللي هو غزاه. يعني مثلا الاوتبوت بتاع الكاش ديسبيرسمنت بتاع كل قيود الدفع للموردين مثلا لازم تساوي الانبوت للفاوتشر بيبل بتاعتهم اللي بتخفض ارصدتهم. طيب عايز اقول حاجه قبل ما ابتدي بالتقسيمه بتاعت هوك هنا، ان هو بيقول لك ان البروسيسنج كنترولز وقع في تو كلاسيفيكيشنز. من الحاجات اللي بنصح بيها دايما واحنا بنذاكر النظري، الاجزاء اللي فيها تشابه دايما حطها جنب بعضها. بمعنى لو رحنا هنلاقي جوه الانبوت كنترولز في نفس السياق ده، بس كان وقتها بنقول فيه ايه؟ كنا بقول يا جماعه الانبوت كنترول ديفايدد، بس مش لتو بقى، كانت لثري كلاسيفيكيشن. وقلنا وقتها ان هو بعضهم بيوفرلاب، كانت بقى الداتا اوبزرفيشن والداتا ترانسكريبشن والايديت تيست لو انت فاكر. يعني هنا بقى اهو نفس الكلام، البروسيسنج كنترولز وقع في كام سيكشن، في كام كلاسيفيكيشن، في تو كلاسيفيكيشنز. في مرحله، المرحله الاوليه خالص اللي هي بتاعت الداتا اكسس كنترولز، هنا بيبقى في بروسيسنج كنترولز على التايم بتاع الداتا اكسس من الاول، وبعد كده على الداتا مانيبيوليشن كنترولز. الكلمه ديت احيانا بتيجي بمعنى معالجه، واحيانا بتيجي بمعنى تلاعب، زي ما اقول لك مانيبيوليشن اوف اكونتس مثلا، تلاعب بالحسابات، بس على حسب السياق بتبان. فهنا بيبقى في كنترولز انفولفينج داتا مانيبيوليشن ليتر ان ذا بروسيسنج. طيب نبتدي بالتقسيمه بتاعت هوك. هوك بيقول لك شوفها كده، حبه كنترولز على العتبه بتاعت البروسيسنج اللي مسميها هنا داتا اكسس كنترولز، بتغطي مخاوفنا من ايه؟ بتغطي مخاوفنا من حته، على الحته بتاعت الموفمنت بتاعت الداتا من السورس بتاعها من الدوكيومنتس مثلا لحد ما توصل للبروسيسنج بوينت، او من وان بروسيسنج بوينت لانذر بروسيسنج بوينت. فانا خايف على حته انتقال الموفمنت بتاعت الداتا ديت، فبصمم مجموعه من الداتا اكسس كنترولز تغطي لي المخاوف والريسك ده. وفي البروسيسنج كنترولز اللي بتتعمل بقى ليتر، ودي اللي بنقول عليها الداتا مانيبيوليشن كنترولز. طيب تعالى نبتدي باول حاجه، الداتا اكسس كنترولز اللي هي بروسيسنج ات ذا تايم اوف داتا اكسس. دي طيب ده اول حاجه هتلاقي هنا معانا الترانسميتال دوكيمنت اللي اتكلمنا عليها لو تفتكر في الانبوت كنترولز، وقلنا النهارده ان الديلي كاش ديبوزيتس اللي بنسجلها على السيستم بنرفق معاها الايه؟ الديبوزيت سلاب اللي بتبين للمحاسب التوتال اماونت بتاع ايه؟ بتاع كل الديبوزيتس اللي تمت في حساب البنك. عشان كده بنقول ان الترانسميتال دوكيمنت تعتبر بمثابه باتش كنترول تيكت، لاننا بنعتبر التوتال اللي على الديبوزيت سليب هو الوسيله ان هنقدر نعمل بيها كوميونيكيتنج للكنترول توتالز على الموفمنت بتاعت الداتا بتاعتنا، بالذات من هي بتنتهي من السورس، من الديبوزيت سليب نفسه للبروسيسنج بوينت، او ما بين زي ما قلنا تو بروسيسنج بوينتس. فدي اول حاجه هنا معانا. طيب تاني حاجه وتالت حاجه الباتش كنترول توتالز والهاش توتالز، ودول اتكلمنا عليهم بالتفصيل في الانبوت كنترول، فلو كده ارجع تسمعهم تاني لانهم مهمين جدا ومن الحاجات اللي جه عليها اسئله سي ام اي. بونر مزود معانا هنا حاجه اسمها ريكورد كاونت، بيعد لك الترانزاكشن ايتمز مرتين، مره اول ما بنحضر الترانزاكشنز جوه الباتش، ومره ثانيه واحنا بنعمل بيرفورمنج للبروسيسنج بتاعنا. من الحاجات اللي ضفناها من السجستد ريدنج ليست من كتاب روميني في مرحله البروسيسنج هنا، ان احنا بنحتاج نعمل ريكالكوليشن للباتش توتلز، عشان طبعا الحته دي يعني اف واي اي، بس خلي بالك يعني ان احيانا بيبقى بالذات المحاسبين عارفينهم ان ممكن الرقم يبقى مقلوب، ممكن الرقم يبقى ايه؟ مقلوب، وممكن يعمل لك مصيبه. يعني انت لو دخلت سعر الفايده على السيستم 6.4 بدل 4.6، ممكن تخيل لو رقم كبير وفي ماتيريال ايتم يعمل لك مصايب في الاوتبوت بتاعك.
فلازم تعمل ريكالكوليشن للباتش توتالز بتاعتك عشان تطمن ان انت عندك الامور ماشيه مظبوط. طيب الداتا مانيبيوليشن كنترولز ديت قلنا بتتعمل ليتر في الستيج بتاعت البروسيسنج. فالداتا مانيبيوليشن كنترولز ديت الكاتيجوري الثاني معانا هنا. طيب بس قبل الكلام في معلومه انا اجلتها، ان الكنترولز في المرحله ديت البروجرامرز بيحطوها جوه الابلكيشن كود وهم اصلا بيبنوا السيستم بتاعك اللي هي الداتا مانيبيوليشن كنترولز ديت، بتبقى امبيدد جوه السيستم بتاعك وهو بيتعمل له اصلا ديزاين. لو فاكر لما اتكلمنا على السوفت وير كنترولز وقلنا يا جماعه السورس كود فايل بيتحول للاوبجكت كود عن طريق برنامج كده اسمه الكومبايلر، والاوبجكت كود مش السورس كود هو اللي بيرن فعلا الكمبيوتر، الاوبجكت كود هو اللي بيرن الكمبيوتر لو تفتكر القصه ديت والمثال بتاع السي ام اي. هنا بقى الكمبيوتر بروجرامز بتبقى بيتعمل لها اختبارات عشان حته الاخطاء عن طريق استخدام الكومبايلر ده اللي هو بيعمل تشيكنج على البروجرامنج لانجويج ايرور. فانت هنا بتتكلم على جوه المطبخ، هنا بتتكلم كنترولز جوه المطبخ بتاع الايه البروسيسنج. فالسيستم تيستنج بيستخدم عشان يتست الانتر اكشن للسيفرال ديفرنت كمبيوتر بروجرامز، ودي مهمه جدا النهارده، لان النهارده لو انت بصيت هتلاقي ان الاوتبوت من اي برنامج هو الانبوت للبرنامج اللي بعده. فالسيستم تيستنج بيتست اللينك ما بين البروجرامز ديت والبروجرامز ديت عشان يضمن لانها مجموعه من التشين، فلو حاجه باظت هتضرب لك الدنيا كلها. طبعا في مرحله البروسيسنج كنترولز معانا مجموعه من الاختبارات اللي موجوده في البروسيسنج. الكلام ده جبناه منين؟ جبناه مصادرنا الاساسيه بتاعتنا من عند هوك ومن عند الرسم او الشكل ده كده من عند ويلي ومن عند جلاين، وضفنا عليهم السجستد ريدنج ليست بتاعت بودنر وروميني. طب ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده لان انت ممكن تتصور اي واحده فيهم تجيلك في الامتحان، واحيانا بتلاقي كتاب يجيب لك مثال يفهمك اللي كاتبه الكتاب الثاني. فاحنا هنا بنحاول من العرض الكومبرهنسيف اللي انت تدفن الحته دي. طب انا هنا هلاقي حوالي 20 تيست هنحاول نمر عليهم سريعا. اول حاجه معانا هنا الباتش بالانسنج، ودي عباره عن مقارنه بيعملها الكاشير مثلا عندنا عشان يقارن الايداعات اللي اتحولت له من العملاء مع البري ديترمنت كنترول توتال للكاش ريميتنس ده. فالباتش بالانسنج بيطابق بيه الرقمين. معنا برضو انواع معينه من الكنترولز الحسابيه، هتلاقي في حاجه اسمها كروس فوتنج وحاجه اسمها زيرو بالانسنج تشيكنج. ودي في الحقيقه احنا ممكن اصلا تلقائيا واحنا حتى شغالين في الاكسلات بتاعتنا في الشغل بتلاقينا بنعمل جراند توتال كده لمجموعه، مثلا الكولوم بتاع مجموع مبيعات شهر يناير مثلا بتلاقي مثلا عامله 1000 جنيه وفبراير عامل 2000 جنيه، فالتوتال تحت هنا بتاع مجموع الكولومز لازم يساوي مجموع الايه الروز لو انت بتتكلم عندك كذا نوع من انواع البضاعه. فانت بتعمل نوعين من الكومباريزنز بتاعتك ككروس فوتنج بالانس تيست عشان تضمن ان مجموع العواميد هو بيساوي مجموع الروز بتاعتك، وتبقى مطمن ان البروسيسنج بيحصل بشكل مظبوط. الزيرو بالانس تشيك وال يعتبر الشق الثاني من الكنترولز الحسابيه برضو، ان انت النهارده بتيجي تعمل مثلا بروسيسنج للمرتبات، فانت عندك الرصيد بتاع الحساب بتاع الاكرود بيرول مثلا لازم يبقى مصفر بعد ما انت خلاص عملت ديبت المصروف كريدت الاكرول وبعد كده ديبت الاكرول كريدت البنك. المفروض ان انت تعمل تشيك ان حساب الاكرود بيرول بعد البروسيسنج ما تم خلص والدفع اتكيش للناس ان الرصيد يبقى صفر، عشان لو في حاجه موجوده يبقى ده دليل على وجود ايه؟ على وجود خطا. من البروسيسنج كنترولز اللي عندنا برضو الران تران توتالز. والران تران توتالز ديت عامله بالظبط بتفكرنا احنا كنا لسه حتى جايبين سيرتها، لاني قلنا ان البروسيسنج مجموعه من اللينكس في التشين بتاعتنا، فانا عايز اوتبوت كنترول توتال اللي بيطلع من وان بروسيس يعتبر هو الانبوت كنترول توتال للسبسيكونت بروسيسنج بتاعنا، فانا عايز اضمن ان انا اعمل كنترول ران تو ران كنترول توتالز اضمن بيه ان مفيش حاجه فيها ديسكربنسي.
ودي بتفكرني بمعادله المخزون، بتفكرني مثلا اما اجي اقول لك ايه رصيد اول المده من البيبل، اطرح منه اللي اتدفع، ضيف عليه اللي اشتريناه، المفروض يديك رصيد اخر المده، ده اسمه ران تو ران توتلز. رصيد اول المده من الريسيفبلز ناقص اللي اتدفع من العملاء زائد المبيعات الجديده، المفروض يديك رصيد اخر ايه المده من الريسيفبلز. فالران تو ران توتلز دي مهمه جدا عشان تضمن لو في ديسكربنسي هتبان معاك على طول. من الكنترول برضو اللي موجوده معانا في البروسيسنج البالانسنج، او اما اروح اطمن ان رصيد العملاء في الترايل مثلا بيساوي السبسيدري ليدجر لكل العملاء بتوعي. عندي مثلا 100 عميل، كل عميل ليه سبسيدري، بجمع كل الكاستمرز دول يعملوا معايا 200,000 دولار، وهم ده الرصيد اللي عندي في الترايل النهارده، فبعمل بالانسنج. من البروسيسنج كنترولز الديفولت اوبشن اللي انت تخلي في اوتوماتيك يوز لبري ديفايند فاليو يحصل لو انت سبت مثلا فيلد معين بلانك، يعني مثلا الموظفين السالاريد امبلويز سبت الساعات بلانك يحط ال 40 ساعه اللي اشتغلهم. بس هنا هوك الحقيقه بينبهك لحاجه مهمه، بيقول لك خلي بالك ما انت النهارده ممكن تكون مش عايز تحط 40 ساعه. فهو ممكن الديفولت اوبشن يبقى كوركت، بس ممكن يبقى ان كوركت في بعض ايه البارتيكولار ترانزاكشنز، فمش على طول يعني ايه تبقى مطمن قوي للكنترول ده، او اللي انت تعمل اوتوماتيك كوركشن بالشكل ده. من الحاجات برضو المهمه في الشركات ان انت تخلي الكاشير بتاعك يستخدم مكنه بتعد بيها الفلوس، يعمل ميكانيزيشن، ما تخليش الحاجه تتعمل بالايه الحاجات اليدويه، يوزنج كالكوليتر وانت بتحسب التوتال كاش ديبوزيت، ودي حاجات يعني منطقيه وقديمه قوي. الستاندردايزيشن اللي انا هنا ببقى عايز بروسيجرز يونيفورم، بروسيجرز ستراكشرد، بروسيجرز كونسيستنت، بروسيجرز تتعمل لكل مراحل البروسيسنج بتاعتي. زي ما اجي مثلا اقول لك اي حساب بيبتدي بواحد ده حساب اسيت لازم يكون ديبت، ولو في حاجه بقت لو حساب الاسيت ده قلب كريدت على طول يتعمل عليه فلاج. فده ستاندردايزيشن مهم جدا بنعمله برضه في البروسيسنج كنترولز، وده عندنا الحقيقه في السيستم بتاع الريبورتنج. معانا الماتشنج، وده مهم برضو زي ما تلاقي الاكونتس بيبل كليريك عندك بيماتش الفندور انفويسز اللي جايه له مع البي اوهات والاذون الاستلام في المخازن، وشبه برضو الزيرو بالانس تيست الكليرنج اكونتس. الكليرنج اكونت هنا برضو ان انا الاقي حساب المرتبات زيرو زي ما قلت لك بعد ما كل البي تشيكس اتعمل لها ايه اتكيشت. في كنترول فايل مهم قوي بيسموه تيكلر فايل، هنا تلاقي محاسب العملاء بيستخدمه عشان يفولو اب على الفواتير اللي عنده، لان الايتمز جوه الفايل كنترول فايل ده بتبقى معموله بالايج، معموله بالايه بالديو ديت، فيعرف يكنترول بيها مين المفروض يدفع في الميعاد. في الريدندنت بروسيسنج، ومن اسمها باين قوي ان انت بتعمل عمليه تكرار عمليه البروسيسنج بتاعتك، وفيها نوع من الدبل وورك. فانت هنا ممكن تتصور ان انت تجيب موظفين، اثنين موظفين يحسبوا الجروس والنت باي اللي اتعمل في البروسيسنج بتاع البيرول بتاع الشهر. ومن الحاجات برضو اللي هي تعتبر ريدندنت السمري بروسيسنج، اللي بيستخدم سمرايزد اماونت. زي ما اجي مثلا اقارن واعيد حسابه التوتال اوفر هيد ابلايد على البرودكشن بتاعي عن طريق ان انا بابلاي الاوفر هيد ريت على كل التوتال اماونت اوف دايركت ليبر كوست اللي احنا شرجناها لكل الجوبات بتاعتنا. فده برضو يعتبر في دبل وورك شويه وريدندنت. من الحاجات برضو اللي مهم جدا نشيك عليها الفايل ليبلز. والفايل ليبلز ديت نوعين الحقيقه، منها الانترنال ومنها الاكسترنال. انا هنا الغرض اللي انا اضمن ان الكوريكت والموست كرنت فايلز اتعمل لها ابديتنج. الاكسترنال ليبلز ديت اللي الشخص الطبيعي يقدر يقراها، لكن الانترنال ليبلز هنا بيتكلموا على الليبلز اللي الماشين هي اللي بتقراها. الانترنال ليبلز ديت منها نوعين، منها الهيدر اللي هو بيبقى لوكيتد على اول الفايل، جواه بقى الفايل نيم والاكسبيريشن ديت وبقيه الاي دي بتاعت الداتا، وفي التريلر ريكورد اللي هو بيبقى في نهايه لوكيتد في نهايه الفايل، وبيبقى جواه الباتش توتالز اللي بتتحسب خلال الانبوت بتاعنا. فمؤكد الترايل ليبل ده هيبقى لوكيتد في نهايه الفايل، وهو اصلا البروجرامز المفروض تبقى متصممه ان الهيدر ريكورد يتقري
في البروسيسنج يعني حتى تدبير المعلومه ديت ان هو يتقلي في البروسيسنج قبل الترايل ريكورد. فبيقول لك ان البروسيسنج بروجرامز شود بي ديزايند تو ريد الهيدر ريكورد قبل عمليه البروسيسنج. طب ليه؟ عشان نضمن ان الكوريكت فايل هو فعلا اللي بيتعمل له ابديتنج. وكذلك البروجرامز شود بي اولسو ديزايند اللي هي تقرا المعلومات اللي جوه التريلر ريكورد بعد البروسيسنج عشان تطمن ان كل الانبوت ريكوردز هاف بين كوريكتلي بروسيسد. فبيقول لك ان المثال بتاعها اللاست ريكورد ان ا ريسيفبل فايل كان بي ا تريلر ليبل ذات كونتينز اكونت لكل عدد السجلات بتاعت فايل العملاء. من الحاجات برضو اللي موجوده في البروسيسنج كنترولز الاوتوميتد ايرور كوركشن، اول لما العميل يعمل اوفر باي على طول يتعمل له اوتوماتيكلي ايشوينج للكريدت ميمو ليه لانه دفع بالزياده. من الكنترولز برضو المهمه في البروسيسنج حته، ودي برضو بتنفع مع الزبائن اللي بتلعب بديلها شويه ما بتعوز تغير اسعار المارشندايز، بيستخدموا انوفيشن كده تكنولوجيكال انوفيشن. قبل كده جه في سؤال سي مي اسمه راديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن تاجز، دي بنستخدمها عشان نتراك الانفنتوري ان هو يبقى رايت بروتكتد. فما ينفعش ان عميل يلعب في الاسعار ويروح يدفع ثمن اقل، مستحيل. وكذلك برضو عندنا هنا انت هنا بتضمن من الرايت بروتكشن ميكانيزم ان ما حدش يعمل اوفر رايتنج او يعمل اريزنج للداتا فايل بتاعتك اللي هي انت شايلها على اي ماجنتيك تيب او ماجنتيك ميديا. فبالتالي تضمن ان انت عامل بروتكشن للماستر فايل، ايه؟ للماستر فايل بتاعتك. الكونكرنت ابديت كنترولز ببساطه اثنين شغالين على نفس الفايل بيابديتوه في نفس الوقت، فانت تعمل كنترول تعمل بلوك ولوكينج اوت لوان يوزر فيهم لحد ما الثاني يخلص عشان ما يحصلش ايرور في الداتا بروسيسنج بتاعتك. من الحاجات برضو اللي هنا بقى جايبها بلايم الفاليديشن، وده كنا اتكلمنا عليه في الانبوت كنترول، وقلنا لو تفتكر الانبوت كنترول كان ثلاث حاجات: داتا اوبزرفيشن وترانسكريبشن واديت تيست. والايديت تيست ده او الايديت تشيكس ده كان جواه الانبوت فاليديشن روتينز. اهو نفس الكلام هنا، وجبنا سيره وقتها الليميتد تشيك والكلام ده، اهو نفس الكلام هنا. انت في بيبقى هنا ايدنتيفايرز ماتش اجينست الماستر فايل تو ديتيرمين الايد اكزيستنس، يعني اي اكونت بيبل ترانزاكشن رقم المورد فيها مش بيماتش مع الرقم اللي في الماستر فايل على طول يتعمل لها ريجكشن، وده بنسميه احنا في السيستم عندنا الادرس بوك بتاع السبلاير. الكومبليتنس اي ريكورد ويز ميسنج داتا، في من داتا معينه لازم السيستم يتشكها مش موجوده المينيمم داتا ديت على طول يحصل ريجكشن للفايل ده او الريكورد ده ما يتعملوش بروسيسنج. من الكنترولز بتاعت البروسيسنج بس مرتبطه شويه بنظام الباتش مش الريل تايم، اللي انت ترتب الريكوردز بتاعتك. يعني مثلا العملاء هيتعمل ران للريسيفبلز باتش، يعني فترتب العملاء مثلا بالكاستمر نمبر بتاعهم على السيستم. طيب احنا كده يعتبر اخذنا جوله على البروسيسنج كنترولز. هنوقف الفيديو ده على كده، وان شاء الله من الفيديو الجاي نخش على الاوتبوت كنترول، والشكل ده يبقى خلصنا الابلكيشن كنترولز بفضل الله عز وجل.